لقوا حقهم في غزة، وذلك لأهمية دور الصحافة في إيصال الصورة للعالم. شفنا العالم كل يوم متضامن مع فلسطين، وفلسطين هي اللي نجم نقول إنها ربحت الحرب الإعلامية اليوم بفضل الصحفيين وبفضل مسؤولين الصحفيين اللي نقلوا الصورة الحقيقية لكل العالم. هو استهداف ممنهج، خاصة وإن شفنا إنه رئيس جيش الأركان الإسرائيلي تحدث على استهداف عائلة وائل دحيوح الصحفي قناة الجزيرة. دونك هما كان استهداف ممنهج، وأيضا قصف منازل الصحفيين وأيضا في الميدان. دونك هو نشوفوا إنه هو استهداف ممنهج للصحفيين، وأصلا هما حطوا برشا صحفيين في قائمة الاغتيالات. دونك ظاهر إنه هو استهداف ممنهج. أيضا هما حتى الطاقم الطبية ما سمحتش من شيء هذا. شفنا مع في أول حرب قاموا باستهداف مشافي، قاموا بتدمير كل المشافي في شمال القطاع. دونك هو استهداف ممنهج. نحن وهو هذايا مش واجب، هو واجب ماهوش مزية معناتها منا. شفنا زاد على العالم كله شكر، حتى العالم الغربي اللي كان يشوف القضية بطريقة غلطة اليوم يشوفها بطريقة صحيحة بفضل المسيرات. وأيضا نحن معناتها نحاولوا على الأقل أن نضغط شوية على حكوماتنا باش تاخذ على الأقل موقف من القضية هذه.